بيقول انه الانسان قرد وقال نحن بنشبه القرود في وجه شبه. طبعا هو بيشبه والله والله هو ده اللي قدامه، لكن احنا ما بنشبه القرود يا اخي. ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، ما بيشبهوا عليهم. اول تقول لي نبذته بالراحه، اول شيء نبذ الله جاب صوره قال دي حقت الله، ونبذ نبي كريم قال دي حقت ادم وداود وغيره، صحيح ولا ما صحيح؟ عليهم الصلاه والسلام. دي اول حاجه. ثاني حاجه الزول قال نحن، بيتكلم عن نفسه، بنشبه القرود. قال انا لو قلت هو بيشبه قرد يبقى الكلام من عنده ولا من عنده؟ جغل. النظريه العلميه بتاعت التطور ما مجرد كلام جردار، دارهم بيحتمل فيها زي النجم الهادي. لكن العلم الحديث بعد الدي ان ايه دخلنا الموضوع التطور ما في جدل. كذاب والله كذاب. ما في واحد من العلماء الكفار ذاتهم الان بأيد نظريه داروين بمستندات علميه. حتى اللي ايدوه منهم على قلتهم ردوا عليهم باقي العلماء من الكفر ذاتهم باشياء علميه وحقائق علميه ثابته اثبتوا فشلهم. والوقف التطور شنو؟ لو كان الانسان ده كان حشره وقزره في مستنقع قزر وبقى قرد صغير وبقى غوريلا وغيره وبقى انسان، ليه وقف؟ ما كان يتطور يبقى جمل، يتطور يبقى زرافه، يمشي طوالي، صحيح ولا ما صحيح؟ والوقف شنو؟ ما هو متطور براو يبقى ما ممكن يوقف نفسه شنو؟ ويمشي طوالي، صحيح ولا ما صحيح يا جماعه؟ والحمر منو؟ ما هو كانوا قرود زمان، كلنا قرود، الناس الوقت ذاك يعني اجدادنا كانوا قرود. طيب اتصور يا تقرد اللي كان عنده كاميرا دي حقت ود الناير دي وصور باقي القرود قال لي ان احنا كنا قرود وجابوهم لي دي. يا اخوانا ده كلام باطل، ربنا ابطله. اللي بيقول الانسان خلق من قرد ده كافر لانه كذب القران. عندك واحد من حلين، اما تصدق كلام الله في القران أو تصدق كلام القرود ناس القراي، ما عندك أي حل ثاني. ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من قرود من سلالة من طين. النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند بإسناد صحيح قال خلق آدم، خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من سلالة من طين. يلا صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو داروين والقراي. ناس قالوا نحن كنا قرود، خلاص أنت قرود، مبروك عليك يا ككو. أما نحن بشر وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. نحن بني آدم، نحن بني آدم واصل. لأنه هسه نحن في اللحظة دي نشترك مع القرد العليا بالله يا جماعه، بالله يا جماعه، ده يكون مدير المناهج زول بهذا بهذه البلاده والحماقه والغباء والجهل المركب ده مش يعلم اولادنا كاستاذ، ده ما بينفع يدرس كتلميذ في الروضه والله. مش كاستاذ، هو البضع المناهج للاساتذه والموجهين الكبار ومدراء المدارس القاعدين في المهنه دي الشريفه دي 35 سنة. رئيس فوق قال أنا كنت قرد. كتب الراحة يا إخوان. ده هو ده. أنتم متأكدين ده هو ذاته؟ شغل واصل. تسعة في الدي إن إيه بتاعنا. ولا يمكن أن يكون الدي إن إيه ده هو نفسه بتاع الغرض ده لولا أنا نجي منه. أي صح، أنت جيت منه واصل. هذه فرصة ثانية. وفي شبه بيني وبين بعض النباتات دي إن إيه والدين ممكن يوريك فصائلك وقبائلك وكده. هسه كله تم تطور لما حول خلاف في العلم المادي. كذاب كذاب، ما في خلاف يا جماعه، فينا دكاتره وبروفات وناس اعلم مننا كلنا، ما في خلاف، مجرد خلاف ما في في موضوع التطور. هم كذبوها كذبوها، قالوا خلاف ذاته ما في واصل والله كذاب. ايه تفاصيل في بعض المسائل وده ذاته نحن نفتكر انه في القران موجود. اها. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وينو القرد؟ والطور ما قرد. وكتاب والله يا جماعه انا والله متعجب. وكتاب مسطور ما قرد. في رق منشور ما قرد.
جاء قال الرق طبعا القطع الجلد يبقى مجري. يا جماعه ده مجنون ولا شنو؟ ده ما مدير مناهج والله، ده محله لا 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 لا، ده لو خش مؤتيان الماحي بيجننهم زياده، ده محله ما اعرف، شوفوا محله ايه.